بون البنات راح نعملوا وصفه تاع كريمه الجبن اللي نطليو بها الخبز تاعنا. واش نحتاجو؟ عندي هنا في كاس صغار، عندي حطيت نصف كاس حليب، نزيد له ملعقه تاع اللحظه، ملعقه متوسطه، وراح ناخذ الفرماج بلون ونقصوه قطع ونزيدوه بالخليط. دونك هاي ليكم الفرماج بلون قصيتو هاك ديدي. واش تزيدوا في الخليط الحليب واللحظه؟ ملعقه صغيره نشا. اللي ما عندهاش نشا مش ما تعملش لا غوسيت، ما عندهاش نشا تحط شويه فرينه هاك جوست باش تحكم راحه بعد. ونخليه المكونات تذوب ابتي فو. هكا دوك نوريه لكم ها هو الفرماج والحليب، نخليهم هكا ابتي فو يذوب الفرماج هذاك وتعقد لنا على الكريم شويه. وهنا لاكريم تاعنا بدات تعقد، باش نحطو لها بانسي د سيل و بانسي تاع بافو نواغ. هكا باش تكفى عقدت معانا. هادي على فكرة مش هاللي يعملو يخدمو بها في المطاعم، ديك كاش نهار نعملها لكم، عطاها لنا صديق زوج تاعي يخدم هكا في لي فاست فود، عطانا الكريمه هذيك كنت نشوف المكونات تاعها كيما سامبل، حنا مخدوعين فيها. مش هاي كريمه الجبن خلاص، جوست ان كريم هكا ثقيله بيضاء اي سي تو. هكا نخليوها تعقد من بعد نحطها ونفرغاها في حاجه باه تبرد. كي تنحلها السخونيه ياسر هذيك ندخلها للفريجيدار تحكم راحة، بس ما تحطوا الحاجه سخونه في الفريجيدار راح يفسد لكم. بون هذه هي الكريمه طفينا عليها، شافها كيف عقدت، راح نفرغها في حاجه خلاف. ويا اخي ديما قلت لكم في فيديو قبل، كي تعودوا حتى تفرغوا حاجه سخونه في قزاز ديما حطوا لها حاجه معدنيه. بسم الله نفرغو. نفرغو خليه يبرد شويه من بعد نحطو في الفريجيدار. بون كانت هذه هي كريمه الجبنه، ان شاء الله تنال اعجابكم. تستخدموها في لي ساندويتش، في المملحات تحشوها بهم، من في الكغاطا وين تحبوا، في الطلي عادي. بصحتكم.